إن شاء الله راح نتكلم عن العلاج، علاج القرحة الهضمية والبكتيريا المعدة للمعدة الحلزونية، تجنب طبعا المسكنات والأدوية الروماتيزيوم والكحوليات، وأيضا تجنب شرب الشاي والقهوة عند حصول أي أمراض في القناة الهضمية أو القرحة الهضمية بسبب البكتيريا، وأيضا تجنب التدخين، وأيضا ننصحك بتناول غذاء مسلوق، وأيضا تناول الأدوية التي تؤدي إلى إقلال أفراز الحمض من المعدة. أيضا من الممكن اللجوء إلى العلاج الجراحي في حال حدوث مضاعفات سريعة في منطقة القرحة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.